كلورايد البوليفاينيل المعروف عموما بي بي في سي هو مادة متينة شبيهة بالبلاستيك. قفازات بي في سي مقاومة للماء وحتى للمواد الكيميائية، يضعها جميع أنواع العمال من صيادي الأسماك إلى عمال مصافي النفط. قفازات بي في سي مرنة لكنها أيضا قوية. يبدأ التصنيع في معمل الإنتاج مع طبقات مكدسة من نسيج قطني. تستخدم آلة تقطيع هيدروليكية وسلسلة مواد للصبغ لقطع نحو 20 طبقة بضربة واحدة، ويقتطع العمال الأجزاء اللازمة لصنع قفازات قطنية. ستباع هذه القفازات كما هي أو تكون بطائن لقفازات بي في سي. أما الخطوة التالية فهي خياطة القطع لربطها بعضها ببعض. كل قطعة تحتاج إلى 30 ثانية من الخياطة السريعة. ثم يخاط معصم القفاز عبر حبك قماش من القطن والليكرا. هذه السيدة تعمل على آلة صنع المعصم بسرعة كبيرة. طلبنا منها التمهل لكي نرى ما تفعله بوضوح. خلال عملية الخياطة كانت قفازات القطن موضوعة بالمقلوب. ستعيدها الآلة التالية إلى الوجه الصحيح وتنقلها إلى قالب يد ساخن. ثم تكبس الآلة كل قفاز ليأخذ شكل اليد. يسقط كل قفاز في حزام ناقل حيث ينقل إلى عامل ليفحصه ويلائم قفاز اليد اليمنى بقفاز اليد اليسرى. وفي مكان آخر في المصنع يحضر العمال محلول بي في سي. تتغير الوصفة وفقا لنموذج القفاز، لكنها تشمل مواد ملونة تتراوح ما بين 5 و8 مواد كيميائية مختلفة. يضاف محلول مضاد للجراثيم والفطر لمقاومة رائحة تعرق الأيدي. لوضع محلول بي في سي يضع العمال أداة معدنية في إبهام بطانة كل كف، ثم يركبون كل بطانة على نموذج ليد دون إبهام. فلو كان نموذجا الإبهام واليد ملتصقين بعضهما ببعض لصعب نزع قفاز بي في سي من القالب دون تمزيقه. تمرر البطائن فيما يسمى آلة السفع، وهي شبيهة بآلة الشواء، وتتألف من شعلة البروبين التي تحرق الغبار أو الخيوط المفككة. ثم توضع في حوض البي في سي. يتحرك حوض محلول البي في سي صعودا ويكسو المحلول البطائن. وبينما ينخفض الحوض يتقطر المحلول الزائد. ثم تدور القفازات تحت أضواء الأشعة تحت الحمراء مدة 45 ثانية. تنشر حركة الدوران هذه محلول بي في سي بشكل متساو كي لا يتكدس في أطراف الأصابع ويشكل كتلا متراكمة، كما تضمن الحرارة جفافه بشكل متساو. بعد حصولها على غطاء ثان تمر القفازات داخل فرن يعمل على البروبين، وتبقى نحو 20 دقيقة في حرارة معدلها 190 درجة مئوية، ثم تمرر في غرفة تبريد مدة 5 دقائق. لإنتاج قفازات ذات قبضة قوية جدا تنفخ رقاقات البي في سي على الغطاء الأول للمحلول وهو رطب، وحين تمرر القفازات في الفرن تطمر الحرارة الرقاقات. بعد التبريد تجفف القفازات وتعالج وتكون جاهزة لتحمل يوم عمل شاق.